هدي يا عادل هدي. اشرب لنا فنجان قهوه روق راسك. بس انا بدي اعرف شو بك هيك زعلان على مفقوس؟ مش عاجبني ابدا. لك بدنا عنك يا نعيم، توفى شب صاحبي. مين؟ شو هالخبر؟ بعرفه انا شيء؟ ما بعرف اذا بتعرفه. هذا سفان معي بالشغل السويدي. سفان؟ ما بعرفه. بعرفه انا سفان؟ لك بلا بتعرفه. مين هذا؟ من شي جمعتين ما كنت انت عندي على العشاء؟ ايه هذا العشاء راني. سفان حرام هيدا. يا حرام راح. لولو شو صار له؟ هيك ليك شايف شو رخيص بني ادم؟ طب كيف صارت الحادثه؟ شو كيف مات؟ شو عرفني خيي، كان صار له شي جمعه بيوصل كل يوم على الشركه. بخبرني قال عم بيحلم انه مات بحادث طياره. نفس الشيء كل يوم كل يوم عم بيحلم نفس الحلم. انه مات بحادث طياره. بقى جد عليه شغل بتركيا. بعثوا المدير ليروح يجيب بضاعه وراح الزلمه يا معلم. انه راح بحادث طياره ورايح على تركيا؟ يعني هو مسافر لا واحد في الطياره؟ لا. طب كان كيف مات؟ هو مستفوي. ما بده يطلع بالطياره، قام راح بالباخره. قال لك بروح بالباخره ما بده يروح بالطياره. يعني مات بالباخره مش بالطياره؟ دخن بلا كيف ضيعتني هلا. ولا انت عم تقلي انه كان عم يحلم انه عم بموت بحادث طياره؟ بلا الزلمه ما رايح بالباخره. عم تقشط الطياره على الباخره، مات بحادث الطياره. شو هالحظ اللي عليه يا زلمه؟ معقول يا زلمه حرام زبان.